فيما يخص مطار البطيئين سجل نمو ملحوظ، عندنا أكثر من 33 ألف طبعا رحلة في السنة، أو إذا في سنة 2015. فيما يخص المسافرين منذ شهر نوفمبر الماضي عندنا معدل 400 طبعا مسافر من مطار البطيئين للرحلات الداخلية، هذا العدد ما كان موجود بشكل يومي، فهذا دليل واضح على نمو هالقطاع ونمو الطيران الداخلي ونمو قطاع الطيران الخاص، واحنا نشوف طبعا هذا النمو طبعا مستمر، وان شاء الله راح ان شاء الله ننسق مع شركات الطيران لزياده هذا النمو ان شاء الله بشكل افضل.